نحن في مؤتمر صحفي إعلامي للإعلان عن مكونات الدورة الجديدة لمعرض أبوظبي الدولي الكتاب أو الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة. في برامج هذا المؤتمر الإعلامي عززنا وذكرنا أهم محاور وفعاليات والبرامج الثقافية التي سيقدمها معرض أبوظبي الدولي الكتاب. هذا معرض ملهم، معرض محوري، معرض أساسي، وهو الذي لأول مرة تقدم الفعاليات والمبادرات، وأيضا لأول مرة بعد هذه الشراكة يؤسس معرض أبوظبي الدولي للكتاب آنذاك تقاليد الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتقاليد أيضا ترجمة الكتب والصناعات الإبداعية. ولذلك لأول مرة أيضا في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق مؤتمر النشر الذي بعنوان مؤتمر النشر أو كونغرس النشر العربي والصناعات الإبداعية. وفي هذا العام يوجه معرض أبوظبي الدولي الكتاب التحية إلى عميد الأدب العربي طه حسين، وهو الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، إذ ستتمحور حوله الفعاليات والأنشطة والحوارات، والهدف من كل ذلك الاحتفاء وتعزيز هذه الشخصية وتعريفها مجددا للأجيال. فهي شخصية ملهمة لم تقدم للثقافة العربية وللأدب العربي فقط أول سيرة ذاتية في تاريخ الأدب العربي، أقصد سيرة ذاتية، أقصد كتاب الأيام الذي استلهم من خلاله تقاليد السيرة، كتابة السيرة عالميا. وكان طه حسين مؤثرا كما تعرف في قطاعات متنوعة، في التعليم، في الثقافة، في اللغة، أيضا كان من الرواد الذين عززوا جودة المحتوى الإبداعي من خلال كتبه ومن خلال طرحه وحواراته ومن خلال أيضا قيادته لكثير من المبادرات في مصر، سواء اللغوية أو الثقافية أو التعليمية. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق خلال الأسبوع بعد المقبل من 23 إلى 29 مايو. طبعا المعرض مفتوح لمختلف شرائح المجتمع ضمن الاحترازات التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة. من حصلوا على التطعيم فقط إبراز المرور الأخضر، وعند حقيقة فترة السماح لا تزيد عن 30 يوم. فمهم حقيقة للدخول المعرض هو التسجيل المبكر، بمعنى أنك قبل أن توصل إلى المعرض حتى تكون العملية سلسة بالنسبة للمشارك أو للحاضر، أن يسجل في دقائق معدودة من خلال موقع المعرض، ومن ثم المرور والدخول إلى المعرض. دورة هذا العام لمعرض أبوظبي للكتاب معرض حقيقة ودورة مميزة ومختلفة، ما عادت حقيقة تركز على فقط الكتاب الورقي ومبيعات الكتاب الورقي، لا، هناك الكتاب الإلكتروني حاضر بقوة، هناك مختلف العمليات التي تخص صناعة الكتاب. صناعة الكتاب فيها كثير حقيقة من الغناء، من الثراء، من التنوع، فهذه كلها سيلمسها زائر المعرض في مختلف جنبات المعرض. هناك أيضا برنامج غني ومنوع، برنامج فعاليات وبرامج مشاركات، ويخاطب مختلف شرائح المجتمع. فهذه الأمور حقيقة الزائر للمعرض سيشهدها واقعيا خلال زيارة المعرض. أيضا هناك الكثير من البرامج، كثير من الفعاليات التفاعلية، كثير من البرامج التي تخاطب الشباب، أيضا تخاطب الطفل، هناك ركن خاص للطفل، وهناك أيضا مختلف شرائح المجتمع لها وجود ولها حضور قوي في المعرض.